80 اكرامي كمل برضه. دول الناس اللي كملوا بعدينا. بعد كده محمد عامر كمل. مختار جات له اصابه برضه ما كملش. وما كملش 84 85 مختار تقريبا. يعني دي على حسب ما انا اذكر يعني. وبعد كده طبعا بقى العلامة ايهوب على طاهر ابو زيد. البقيه بقى بقيه ده جيل ده بعيد عنه. لا دخلت مجموعه كبيره. النادي الاهلي كان في قطاع ناشئين وقتها. ايوه يفرخ فرقه كامله. ايوه كابتن، بس ما كانش فيه الاحتراف اللي موجود دلوقتي. طبعا يعني كان فارق كبير جدا. الاحتراف ما كانش الاحتراف هو اللي اضعف القطاع الناشئين في كل نادي. يعني انت دلوقتي بتجيب اللعيب اللي بيحتك كتير وبيلعب سنتين ثلاثه عنده الخبره. صح. ما هتجيب لعيب عشان تلعبه مباراه الا يعني بتعمل حاجه اسمها احلال وتجديد. توازن يعني توازن. يعني عماد متعب انا دربت عماد متعب واسامه حسني ووائل رياض. شريف كرامي كل دول كل دول اولادي انا تحت ايدك. تحت ايدي. دول بقى دخلوا ازاي 17 18 زق مره في مره في ماتش حسني كان برضو شويه زق وهكذا. كل اللعيبه دي يعني بدات اشبال النادي لكن دخلوا بالتدريج. فدي حاجه مهمه جدا. حسام غالي مثلا، حسام غالي من 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 اشبال من اشبال النادي الاهلي وجاء عنده 12 سنه 13 سنه. انا فاكر كويس لما جابوا كابتن الشربيني حقيقه. هو اللي دي برضو دي صورة دي صورة. بص انا كنت بدرب فريق الناشئين وكان فيها طبعا مجموعة كبيرة، كريم عادل وفيها شريف كرامي وفيها كريم احمد بالمناسبة اللي هو المراسل بتاعك. والله كان باك حقيقة. كان حقيقة مستواه كويس جدا وكده. بس الفرقة وقتها كان فيها لعيبة كبيرة. الفريق الاول كان فيه لعيبة كتيرة جدا ولعيبة. بص الكابتن كريم احمد بعد ما اقرعه بقى اقرع. وده كريم احمد. اهو كريم. اتفضل يا كابتن. الحقيقه جيله برضه كان فيه برضه اسامة حسني يعني جيله هو، وكان فيها طبعا في عماد متعب وحسام غالي. طيب خلينا ناخد بعض اسئله الجمهور يا كابتن برضه عشان